وهي حلقة هامات نجحت مبارح وجابت ريتنج عالي، انبسطي. على شو عامر؟ لا الحلقة حلوة ولا الشاعر معروف ولا حتى الموضوع جذاب أتقول. مش بس هيك، لا وإجا طلبات لحتى تنعاد الحلقة. هذه يارا محظوظة بشكل؟ مش بس محظوظة، لا أكثر من هيك، هي عرفت كيف تدير الحلقة. أنت ما شفتي كيف كانوا منسجمين متناغمين؟ شو تقصد؟ يعني أنا ما عارف أدير حلقاتي؟ على سيرة حلقاتك، في كم من سبونسرز انسحبوا من برنامجك. شو؟ أنت شو قاعد تقول؟ ليش؟ يعني إنه برنامجك يعني صارت مواضيعه مكررة وبطل جذاب، وإنه ممكن راشد يوقفه بأي لحظة. إذا شو تبغاني أسوي؟ ولا إشي، بدنا ندور على سبونسر لحتى ما يوقف برنامجك. يعني عامر مويني بسبونسر الحين، أنا لازم أجيب سبونسر؟ يارا عندها سبونسر واحد مكفي وشايل برنامجها كامل، ليش ما تجربي تاخذيه؟ اسحبيه. منو تقصد؟ عبد الله طليقها؟ انت قلتيها طليقها، يعني ما له مصلحه يستمر معها للابد. ممكن باي لحظه ينسحب، ممكن يفكر انه ينسحب. جرب. وقال رح تكون هون بأقرب فرصة ممكنة. يلا شي حلو عشان أتفاهم وياها على باقي الترتيبات. بالله، وليش لحتى ما تتفاهم معي؟ أحب أتعامل مع الكبار لأن الصغار ممكن يتعبوني. والله مدري مين عم يتعب الثاني. بطي مرحبا الساع. هلا والله، إيش حالك؟ الله يطول بعمرك، بشرني، أموركم طيبة. هي قررت أتزوج، وأنت أول واحد بتكون معزوم إن شاء الله في عرسي. أكيد أخف شوية وأكون عندكم عشان أخلص المهمة. سلم على الربع كلهم، حفظكم الله. ما بقدر غير لك، الله يخلي لي إياك ويحميك. ويحميك ويخليك.